أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. علقت صحيفة أمريكية على ظاهرة الاعتصامات في بغداد مؤكدة أن سببها الصراع السياسي وهدفها الحصول على المزيد من الغنائم، مؤكدة أيضا أنها تأتي بالتزامن مع تردي أوضاع العراقيين على مستوى الخدمات ومستشفيات معطلة ونظام تعليمي من بين الأسوأ في المنطقة. وذكر تقرير للصحيفة أو صحيفة واشنطن بوست حصلت عليه الوكالة أن نظاما سياسيا بأكمله بني على خطأ ليس للانتخابات التي دعمتها وإنما لما جرى في البلد. نتابع المزيد. فبعد مرور 20 عاما على الاجتياح الأمريكي للعراق، فإن الفائزين من النظام السياسي المنفعي الذي تم اتباعه في البلد بعد ذلك هم الذين يتنافسون الآن بشأن من يجني مزيدا من الغنائم. واستطرد التقرير أن ملايين من أبناء العامة العراقيين الذين ليست لهم حصة في هذا النظام السياسي لم يجنوا أي منفعة من ثروة البلد النفطية الهائلة. وتحدث التقرير عن مستشفيات معطلة ونظام تعليمي من بين الأسوأ في المنطقة، متابعا أن 3 محافظات جنوبية وبينما تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية وعلى مدى 3 أيام من الأسبوع الماضي لم تتمكن حتى من إبقاء الإنارة مفتوحة، حيث أدت درجات الحرارة العالية لوصول محطات التوليد المتهالكة لمرحلة الانهيار والعطل. وأفاد بأن الانتخابات الأخيرة قد تم إجراؤها قبل عدة أشهر من موعدها الأصلي نزولاً عند مطالب احتجاجات شعبية واسعة بإسقاط النظام السياسي. وأشار التقرير إلى أن المحتجين كانوا من الشباب وجوبه بحملة قمع عنيفة اضطر في حينها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على التنحي بعد مقتل أكثر من 600 شخص. ولفت إلى أن كثيراً من العراقيين اعتبروا الانتخابات الأخيرة أنها ممارسة لمجرد تعديل وتغيير مقاعد الكراسي السياسية، وأن ليس من أحد من بين الكتل الكبيرة من يمثلهم. يقول الكاتب علي حسين: تعودت منذ أن بدأت في كتابة العمود الثامن أن أبحث لكم عن أحدث ما تصدره المطابع، ورغم أن الكثير من القراء الأعزاء يرون في كتاباتي عن الكتب واستشهادي بقادة الغرب نوعاً من أنواع البطر، ولكنني أحاول ألا أحاصركم بأخبار اللفتة الحاتمية التي قام بها التاجر الشاطر علي غلام وهو يتنازل عن مبلغ 600 مليون دولار من أجل عيون هذا الشعب، ولا عن دجاجات حنان الفتلاوي التي تبيض ذهباً. تغريدات النائبة حنان الفتلاوي التي تبدو عصبية لأن هناك مطالبات بحل البرلمان وخوفها على الديمقراطية، وهي التي خرجت علينا قبل أكثر من عام تسخر من الانتخابات والديمقراطية. لا يهم، فالديمقراطية عند نوابنا الأعزاء مثل الدجاجات التي عليها أن تبيض ذهباً ودولارات وامتيازات ومقاولات وفضائيات. يتوقف القارئ العراقي عند الوثيقة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيها نقرأ أن السيدة حنان الفتلاوي تم تعيينها منذ العام 2008 مستشارة في مكتب رئيس الوزراء، وبهذه الصفة منحت قطعة أرض مجانية في بغداد. في كل مرة نسأل ماذا حدث لمداخيل النفط في ظل الفساد خلال السنوات الماضية، وماذا صرف منها على الشعب، وماذا نهب وهرب خارج البلاد. في ذلك الوقت كان صوت الفتلاوي يصدح بأناشيد النصر وأن العراق سيتفوق بالرفاهية على سنغافورة والدنمارك. وعن تغير المناخ كتب يقظان التقي مقالا في صحيفة العربي الجديد، قال فيه: تتوالى تحذيرات خبراء المناخ والبيئة من الجفاف الذي يجتاح منطقة أو مناطق عديدة في العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة. جديد التحذيرات لخبراء في المفوضية الأوروبية أن الجفاف الذي يجتاح معظم دول الاتحاد الأوروبي سيكون الأسوأ منذ القرن 16. معظم أوروبا معرضة لموجات الحر والطقس الجاف، حيث يؤثر المناخ على إنتاج الغذاء والطاقة ومياه الشرب والحياة البرية. كوكب الأرض يكاد يختنق، فالبشر استهلكوا كل ما يمكن أن ينتجه الكوكب في عام واحد. غابات الأمازون رئت العالم،
لم تعد قادرة على مساعدة الكوكب في عملية امتصاص انبعاثات الكربون الآخذة بالازدياد. حاصرت أوروبا في غالبيتها الحرائق أخيراً، ويحاصرها الجفاف فتتحول حيوات المدن إلى كابوس، وإمكانات التدخل منخفضة، ما يستدعي تعزيز البيانات الاجتماعية والسيطرة والحاجة إلى سياسات من مثل مقترح ترشيد استخدام الطاقة والاستفادة من مياه الصرف الصحي على نحو أوسع. يضاف إليها عجز الدول المتنامية عن تغيير مسار الأمور، فتعتمد غالبية الدول على التكنولوجيا تفادياً لانتهاك قوانين التجارة الحرة والمنافسة الدولية، ولا معاقبة لكل من يخرق ويفرط في استغلال قوانين البيئة. فكرة دعم الطاقات المتجددة وبمساعدات هائلة لأصحاب الشركات العامة ساعدت على تكديس الثروات وتطور نشاطات أخرى مربحة وانتهاك حقوق منع التلوث. نظرية طرحها رونالد كواز عام 1960 في ظل هذه الظروف، من المحتمل أن ينال الفشل كل الاتفاقيات في التحول نحو الطاقة البديلة، فشل ذريع لمؤتمر كوبنهاجن للمناخ أخيرا. خطورة الأزمة تفرض إخضاع النظام الاقتصادي والبيئي العالمي لإصلاح شامل والنقل التدريجي للإنتاج والتجارة الدولية لمقاربة التحدي المناخي وبطريقة مختلفة تماما. حذر تقرير لصحيفة The Times البريطانية من شبح مجاعة عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، متطرقا لما يعاني منه مزارعو القمح في البلد الذي يشهد حربا روسية عليه. وجاء تقرير التايمز بعنوان محنة مزارعي القمح في أوكرانيا تنذر بمجاعة عالمية. وأوضح معد التقرير ماكسيم تاكر أن أكبر تجمع للمزارعين في أوكرانيا قال إن نصف مزارعي الحبوب لن يزرعوا محاصيلهم العام المقبل ما لم يجري زيادة الصادرات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا مع روسيا. في حين سمح لعدد قليل من السفن بالمغادرة، دخلت سفينتان فقط الموانئ المتضررة منذ إبرام الصفقة. إن الكثير من المزارعين لا يمكنهم تحمل تكاليف زراعة محاصيل جديدة دون الحصول على قيمة محاصيلهم الحالية، ما يزيد من احتمالية حدوث مجاعات في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط. ونقل التقرير عن أليكس ليسيتسا من نادي الأعمال الزراعية الأوكراني الذي يمثل أكبر منتجي المواد الغذائية في البلاد قوله إنه تم تخزين 4 ملايين طن من الحبوب في الموانئ، وأضاف هناك ما يقرب من 20 مليون طن في المخازن لم يتم دفع ثمنها بعد. إن تكلفة زراعة محصول جديد الآن مع زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج وفرص محدودة للبيع ستؤدي إلى إفلاس العديد من المزارعين في البلاد. الحكومات الأوروبية ساعدت في تسريع النقل ومعالجة واردات الحبوب براً، إلا أن ذلك لن يكون كافياً لتوفير محصول القمح الشتوي للعام المقبل الذي يجب زراعته في الخريف. ولفت تقرير الصحيفة إلى أنه قبل بدء الحرب في أوكرانيا كانت الأخيرة تصدر ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهرياً، بالإضافة إلى ملايين الأطنان من بذور دوار الشمس وفول الصويا ومحاصيل أخرى. وختم بالإشارة إلى أن نحو 400 مليون شخص في العالم النامي يعتمدون على المنتجات الزراعية من سلة خبز أوروبا وهي أوكرانيا. يقول الكاتب عبد الباسط صيدا إنه لا مستقبل لمجتمعاتنا من دون مشاريع وطنية جامعة. المشكلة التي تواجهها مجتمعات كل من العراق وسوريا ولبنان راهنا تتمثل في عدم احترام الآخر المختلف ورفض الاعتراف بخصوصيته وحقوقه وهيمنة منطق نحن وهم وفقدان الثقة المتبادلة بين مختلف المكونات المجتمعية ودفع الأمور نحو الاصطفافات والتخندقات العمودية، وذلك عوضا عن التركيز على المشتركات الوطنية والعمل على بناء التحالفات الوطنية السياسية الأفقية التي تجمع بين مختلف الانتماءات المجتمعية من دينية ومذهبية وقومية على أساس البرامج السياسية الوطنية بعيداً عن العصبيات بكافة أسمائها وألوانها. في لبنان فقد سد النظام الطائفي الطريق أمام تبلور مشروع وطني عام كان من شأنه إنصاف الجميع، ومع اعتماد الوراثة أساساً لاختيار الزعامات الطائفية
تحولت هذه الأخيرة مع الوقت إلى نسخ باهتة معدومة الفعالية، وذلك مقارنة مع الأصل الذي تمكن في وقت ما من فرض هيبته واحترامه بمؤهلاته وإنجازاته. ولعل ما يجري راهناً من حيث حول تحالف الأقليات إذا جاز التعبير، وما نشاهده واقعاً على الأرض من لبنان وسوريا يعكس جانباً من جوانب هذه المشكلة، ويجسد النزاعات والعوامل التي تؤدي إليها. أما جذور هذه المشكلة فهي تعود إلى بدايات تشكيل هذه الدول بعد الحرب العالمية الأولى كما أسلفنا، فقد اعتمدت كل من بريطانيا وفرنسا سياسة كسب الولاءات ودعم مكونات بعينها من دون غيرها، الأمر الذي ولد امتعاضاً لدى غير المفضلين، وأسهم في تراكم المظالم ونشوء المظلوميات وتراكم سرديات تتمحور حول التبرم والشكوى والمطالبة بأخذ الحق حتى ولو كان ذلك من خلال الاستقضاء بالخارج المتربص لمواجهة ظلم ابن الوطن. نرى استحالة الوصول إلى حل للانسدادات التي غدت معلماً من معالم الأوضاع السياسية والمجتمعية في كل من العراق ولبنان وسوريا، هذا في حال استمرارية المقاربات الفاشلة عينها والتي أوصلت مجتمعاتنا إلى الوضعية الكارثية التي نعيشها حالياً. ما ينقذ مجتمعاتنا ودولنا من المزيد من الانهيارات والتداعيات هو حوار جاد مسؤول طويل النفس بين النخب السياسية والثقافية والمجتمعية، يأخذ بعين الاعتبار واقع فشل عقود من المراهنة على مشاريع لم ولن تنسجم مع طبيعة أوضاعنا وخصوصية المشكلات التي نواجهها. لا تزال الحرب الروسية على أوكرانيا مستمرة بلا هوادة وبدون أفق واضح لنهايتها، في ظل خسائر شبه يومية يتكبدها الطرفان وانعكاسات على العالم من جراء تلك الحرب. ويقول الباحثان رافائيل كوهين وجيان جونتل في تقرير نشرته مؤسسة راند إنه بعد مرور نصف عام على الحرب الروسية الأوكرانية يشكل تفسيران متقابلان لما يحدث على الأرض بشكل متزايد وجهات النظر الغربية تجاه الصراع. وجهة النظر الأولى ويبدو أنها الأكثر هيمنة هي أن الروس يدكون ببطء، لكن بثبات الخطوط الدفاعية الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك يضربون المدافعين بمخزونهم الهائل من المدفعية، يكتسبون الأرض ببطء ولكن بشكل منهجي. أوكرانيا تجد نفسها الآن على وشك الإرهاق بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وبالتالي فإن الإجراء الحكيم الوحيد هو السعي إلى نوع من التسوية التفاوضية وفي جوهرها مقايضة الأراضي بسلام مؤقت قبل أن يزداد الوضع السيء سوءاً. وهناك وجهة نظر ثانية أكثر تفاؤلاً تقلب هذا الأمر رأساً على عقب وترى انتصاراً أوكرانياً يتكشف خلال الأشهر المقبلة، ويشير هذا التفسير إلى أن التقدم الروسي قد توقف على طول الجبهة التي يبلغ طولها 1000 كيلومتر أي 620 ميلاً، وأن أوكرانيا استخدمت المدفعية الدقيقة بعيدة المدى التي زودها بها الغرب مثل نظام صواريخ المدفعية الأمريكية عالية الحركة أو هيمارس لتحييد الميزة العسكرية الرئيسة لروسيا من خلال ضرب مستودعات ذخيرة المدفعية الروسية خلف خط المواجهة. ويبدو أن القوات الأوكرانية تستعد لهجوم كبير إذا أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه سيقع حول مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، وبالتالي فإن أفضل سياسة بالنسبة للغرب تتلخص في مضاعفة إمداد أوكرانيا وإتاحة الفرصة لها لإلحاق الهزيمة بروسيا. وعلى مدار الأشهر الستة الماضية أصبح النقاش الغربي حول ما إذا كان يجب التفاوض من أجل السلام أو الخوض في حرب أطول نقاشاً ساخناً بشكل متزايد. ويعتبر المدافعون عن التسوية أن الدعم المستمر لأوكرانيا هو مجرد أمنيات أو ما هو أسوأ، في حين أن أولئك الموجودين في المعسكر الثاني يعتبرون الأول انهزامياً واسترضاءً لقوة خطيرة. ومن الواضح أن كلا التفسيرين لا يمكن أن يكونا صحيحين في وقت واحد.
بدأ المزارعون الأتراك في ولاية هاتاي جنوبي البلاد بقطف ثمار الفلفل الأحمر من حقولهم، ويوجد في أقضية أنطاكيا وأرسوز وريحانلي نحو 27 ألف دنم من الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة الفلفل الأحمر. ويتميز الفلفل الأحمر برائحته الفريدة، وتستخدم بشكل خاص في إنتاج الصلصة والتوابل المستخدمة في الطعام. وفي تصريح للأناضول أوضح مدير الزراعة والغابة في هاتاي أرغون تشولاغوغلو أن المنطقة تحتوي على تربة خصبة للغاية صالحة للزراعة على مدار العام. ابتكرت شركة أمريكية كلاباً آلية روبوت بأربع أرجل للعمل في الفضاء كدوريات بدلاً من البشر، ولتشكل قوة إسناد مهمة للبعثات الفضائية التي تقوم بها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، على أن تكلفة الكلب الواحد تبلغ 150 ألف دولار أمريكي. وقالت جريدة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها إن هذه الكلاب الآلية الروبوت سوف تنضم إلى القوة الفضائية الأمريكية للقيام بدوريات في محطة كيب كانافيرال. ويمكن تجهيز روبوتات ذات الأربع أرجل بمجموعة متنوعة من المستشعرات الضوئية والصوتية، مما يتيح لها العمل بمثابة عيون وآذان حول المناطق الحساسة من القاعدة الفضائية. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. في ختام صدى الأقلام هذه تحياتنا، فتقبلوها دائما، ظلوا في رعاية الله.